يا سلام، اتصل اتصل. هاي، كيفك؟ هلا، تمام، كيفك انت؟ منيحة، بس طولت علي، كنت رح نام. والله يا حبيبتي طولنا لخلصنا لعب الشدة، وسكتي اليوم خسرت. يلا بسيطة ولا يهمك. ايه، انت كيفك؟ الحمد لله، عايش مبسوط بسمع صوتك. ان شاء الله دايما. ايه قلي، عم تنزل على الكنيسة؟ ايه طبعا، ما انا كل احد بنزل. ناتالي، انا ما بتفرق معي هي القصة كتير، يعني ما بهتم بالشكل كتير، يعني بحب كل شيء على طبيعته. على نفسي هالمصيبة المتنقلة. ايه قصي، اسفة فصل. ولا يهمك، عادية. تسلم لي يا رب. ليكي ناتالي، بكره انت شو عندك؟ ما عندي شي. عندي اقتراح، شو رأيك شوفك بكره؟ مو احسن من كل هالتليفونات اللي عم نحكيها؟ ايه طبعا، قصدي يعني مو بكير لسه. طيب خلص، مثل ما بدك. لا لا، وينك؟ خلص مثل ما بدك انت، بكره. طيب وين بدك؟ وين انت بدك؟ يا الله، قديش بقيان الساعة 6 المساء؟ ولي؟ لسه الساعة 11 الصبح؟ يعني بقيان 12 وحدة. نص بقيان 7 ساعات لتصير 6 المساء. لك ولي؟ لازم تنامي مشان وشك يفيق مرتاح. نامي، يلا نامي. يا الله، والله مو جايني نوم. ايش الشغله بالغصب؟ شو بدي ساوي يا ربي، شو بدي ساوي؟ لكولي ناتالي، لازم تنامي، اغصبي حالك، لازم تنامي مشان وشك يفيق مرتاح. جربي نامي. هيا ناتالي، عيب هذا الشيء اللي عم تعمليه، عيب. هذا اللي عم تتصرفيه مانو منطق على الاطلاق. نامي بقى يا دبه، نامي يا تافهه، نامي، لازم تنامي. يلا شوفوا ليك، غمضي عيونك ونامي. يلا ليلى، انت وحده ما بتفهمي. لك ليش هيك عم تحكي معي ناتالي؟ انا مدفوسه، متت لحتى قفلت عيني. ايه مو وقت نومك هلا، عندي لك خبر بمليون ليره. شو هو؟ لك باسل راح لعند الدكتور النفسي. عم تمزحي؟ والله العظيم. ايه تضربي منك لباسل. ايه انه انا شو جايني اذا راح باسل على الدكتور النفسي ولا لا؟ وانا برايي انه انت وحده امرض منه، وهالدكتور النفسي لازمك الك. تضربي ما اغلظك، تفو عليكي. يخرب بيتها، طع عمرك على عمر باسل. قال راح الدكتور النفسي، قال شو عمل انا مثلا؟ ادبوك يعني. والله المهدله شكلها جابت نتيجه. يلا بقى ولي، دفسي نامي، نامي يا دبه، نامي. نامي، تستمت البع ما بتنامي ولا تخلي حدا ينام. يا الله، يعني شو عم يجعوني، ما عم بعرف نام. بخاف نام يوم يروح علي الموعد. خلص ما رح نام، وين ما بتعطي. هم
إيزابيل؟ إيزابيل؟ شو رأيك كمان تدحيني كفين؟ مو أحلى؟ ليش معصبة؟ لأنه عم بتناديلي إيزابيل، شو أنا رفيقتك ولا؟ ما أنا يا حبيبتي يا إيزابيل ما بعتبرك بس أم، أنا بعتبرك رفيقة إلي. أيوه أحلى إيزابيل والله. طيب ويا رفيقتي الفالحة، ليش يعني أنت اليوم ما رحتي داومتي بالجامعة يا بطة؟ والله يا إيزابيل العزيزة، اليوم بالذات مالي خلق روح على الجامعة، وأنت بتعرفي غلاظة الأهل وسألتهم. طبعاً طبعاً أنا اللي بعرف تقبريني. نتالي حبيبة قلبي بعد نص دقيقة تقريباً يعني رح تاكلي قتلة حشكة ولبك، كيف تحبي تاكليها؟ بالقشاط؟ ولا بالبربيش؟ ولا في عوسة بالإيدين؟ في مجال تقدري القتلة للمسا؟ لا وحياتك، عندي شغل كتير لأنه. بس أنا اليوم عندي شغل كتير مهمة وما بدي روح مورمة. والله أنا جاي على بالي هلأ 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 إني أطلق قتلة حشكة ولبك، لأنه أنت فعلاً بنت أبوك الأشقر، بنت أبوك ما بيفهم. شو عملتي؟ شو عملتي؟ شو عملتي؟ هي تروح اليوم ها؟ ما كان بدي هيك، بس هلأ في ظرف طارئ، معليش رح أسمح لكم، بس لا تطولوا. ماشي خالته. إيه. يا حرام بعت لي حمى عليها صغيرة ولا ما بتستاهل. وفاء؟ إذا طونت إيزابيل عرفت إنه إحنا عم نكذب عليها وسمية ما فيها شيء، شو رح تساوي؟ يعني حل من اثنين، يا رح تقلعني من البيت يا رح تتبرى مني على الآخر، وطبعاً هذا يوم المنى عندي لأنه أنا طقيت. يا ربي أنا شو تغني؟ شو دخلك لولو؟ أنا مو نتلي حبيبة قلبك ورفيقتك وجارتك. بس 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 أنا وين بدي أروح بحالي لحتى تخلصي موعدك؟ لك شو وين بدك تروحي بحالك؟ بدي إياك تروحي معي على الكافيه. أنتِ رح تشوفي الشاب، أنا شو دخلني؟ بعرف إني راح أشوف الشاب، بس أنا رح أقعد معه هون وأنت بتعدي ناحي، ماشي؟ بس تسمعيني عكيت بشي كلمة هيك ولا هيك تسعلي تحكي بتحركي الكرسي ما بعرف. طيب طيب ماشي ماشي، يلا امشي بل ما نتأخر على الشب. امشي. تفضلي. نتالي فيقي؟ نتالي شوفي وين أنا؟ لك رح نتأخر على الزلمة. لولو وشي تعبان مو هيك؟ ايه طبعا بدي يكون تعبان لأنه حضر جنابك لهلأ مالك مدفوسة. لولو لا تحكي معي بهالطريقة ها، بأذيكي ها. لا مشان الله أذيني، ورجيني شو رح يطلع معي. خلصينا هلا مو قدام الزلمة عيب، يلا انزلي. يا أهلين كيفك؟ منيحة نشكر الله. بتعرفي شو؟ بتعرفي إنه أنت كتير بتنحبي؟ وأنت بتنعشق. قصدي وأنت كمان ظريف. تسلمي هذا من ذوقك. بتعرف إنه عيونك كتير حلوين؟ كأنه هيك عم تخجليني أنت ما؟ قصدي انه عيونك مو حلوين، يعني عيونك والله ما بعرف شو بدي اقول، انا ملبك شوي. لشو لا تتلبكي؟ ليكي نتالي دايما احكي اللي بقلبك. مشكله اذا بدي احكي اللي بقلبي مصيبه. اها مصيبه وليش؟ لانه انا ليل نهار عم فكر فيك. قصدي ما عم فكر فيك بل عم فكر فيك. لك انت اللي شلقتي الدبب النايمه يا تخو يا تفر المخو. لك انا ما قصدي اتلبك اكثر ماني ملبكه. ليلى نلقي مشي روحي على البيت. لك شبكي؟ رح عد لثلاثه ها. واحد اثنين من ناقص ضريب. لا تواخذني بس هلكتني وهي عم تسعل بايدني. خلص لا تهكري انا فهمت كل شيء صار. وبالمناسبه ما رح اخجل منك رح احكي كل شيء بقلبي. انت عيونك كثير حلوين وانا عم فكر فيك كل يوم. يا سيدي مو كل يوم، كل دقيقة كمان، من وقت ما عملت اللي قاعد على الفيسبوك ولليوم وانت اخذ لي كل عقلي وتفكيري. شايفة كيف ما في احلى من الصراحة. هيك قلتك؟ اكيد.
طبعا ناتالي قررت انه تكسر كل الحواجز بالنسبه لعلاقتها هي وقصي، واعترفت له وقالت له انه بتحبه، وهو كمان قال لها انه هو معجب فيها وبصراحتها. يعني تقريبا فيكن تزلغطوا للست ناتالي لانه شكل السناره غرزت.